لما نيجي نتكلم على الجزء بتاع الترانسليشن اكوليبريم، اول حاجه لازم نديفاين يعني ايه فورس. الفورس طبعا بتبقى ديفايند اساسا بنيوتن سكند لو، هي عباره عن فورس بتساوي ماس تايمز اكسلريشن. لو بصيت انا على الايكويشن دي كده، لو كان عندي الفورس بتاعتي بتساوي صفر، يبقى معنى كده الاكسلريشن بتاعتي هتساوي صفر. اذروايز لو كان الفورس دي باي قيمه تانية غير الصفر لازم هيبقى فيه اكسلريشن. فمعنى كده لو انا بتكلم على ان في عندي ايكوليبريم، والايكوليبريم ده بيبقى ديفايند بحاجتين اساسيتين جدا، هو ان الاوبجكت بتاعي بيرمين ات ريست او بيموف ات ا كونستنت سبيد. ريمين ات ريست معنى كده ان هو ستاتيك، يعني موجود في مكانه ثابت ما بيتحركش، بيموف ات كونستنت سبيد معنى كده انه ما بيحصلوش اكسلريشن. في الحالتين بيبقى الاكسلريشن بتاعتي بتساوي صفر. فعشان يبقى في عندنا equilibrium يبقى لازم السميشن بتاع الفورسز، لو انا جمعت الفورسز بتاعتي بشكل فيكتور سم، اوكي، لازم السميشن بتاعها يساوي صفر. او بيسكلي كل الفورسز في اي اتجاه، لو انا بصيت حللت الفورسز بتاعتي في اي اتجاه لازم مجموعها يساوي صفر عشان يبقى في equilibrium. اوكي، فلو احنا بنتكلم على 3D problem for example، يبقى معنى كده لازم احنا apply translation equilibrium ده في الثلاثة اكسيز علشان نقدر ان احنا نتأكد ان الاكوليبريم ده بيشتغل. كمثال لو انا بتخيل ان في بني ادم واقف بالشكل ده كده، لو هو واقف ثابت يبقى معنى كده لو احنا بصينا على الفورسز اللي ابلايد عليه هنلاقي طبعا في حاجتين اساسيتين جدا موجودين عندي. اول حاجه هي سنتر اوف جرافيتي بتاعه اللي هو وزنه اللي بيبقى سنترد حوالين السنتر اوف جرافيتي بتاع البني ادم نفسه، وفي الوقت نفسه بيبقى في عندي رياكشن جاي من الارض عن طريق الايه؟ F1 وF2 اللي هو على الاقدام بتاعت الايه؟ بتاعت البني ادم ده. عشان يحصل ايكوليبريم لازم الفورسز سميشن بتاع الفورسز في اي مكان في اي اتجاه لازم يساوي صفر. لو احنا بصينا على الفورسز اللي هي الهوريزونتال مش هنلاقي عندنا هوريزونتال فورسز خالص، هنلاقي كل الفورسز بتاعتنا في اتجاه الفيرتيكال. لو احنا حللنا الفورسز بتاعتنا في الاتجاه الفيرتيكال هنشوفها بالشكل ده، هيبقى عندي F1 وF2 ابلايد في الدايركشن اللي فوق و W ابلاي في الدايركشن اللي تحت. لازم علشان يحصل ايكوليبريم، لازم عشان يبقى البني ادم ده واقف ستاتيك، يبقى معنى كده لازم F1 plus F2 يساوي W.